رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع لؤلؤاس. لؤلؤاس من الاكلات اللطيفه الجميله اللي انا بحبها، الالياف بتاعته بتساعد على الهضم، مفيد جدا، بيعالج مشاكل السكر، مشاكل الضغط. اللؤلؤاس مفيش منه مشاكل، يمكن هو امن اكتر من البطاطس. البطاطس بالذات، مش هقول البطاطا واقول قرع العسل، قرع العسل والبطاطا ده لا منافس له، ولكن اللؤلؤاس امن من الدرنيات الجميله الحلوه. ولما اقول درنيات يعني حاجه بتطلع من سبحان الله من باطن الارض، اللؤلؤاس بيطلع من باطن الارض زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، اللون الاحمر الحلو بتاعه والجميل ده من خير ارضنا. انا هعمله النهارده طاجن باللحمه والخضره، نشوف نعمله مع بعض ازاي. طبعا بعيد عن ان احنا نضيع وقتنا في ان احنا نقطعه ازاي او يتنظف ازاي، ببساطه شديده ده يتغسل الاول خالص بميه وبالليفه علشان ما ينفعش تقطعيه وتنزل الرمله بتاعته والطينه بتاعته على البلانشة اللي بتقطعي، وبعد ما تتاكدي انك غسلتيه كويس بتقطعيه بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل اساتذه المصورين حبايبي، قبل وبعد، قبل وبعد، ايه الفرق بين اللؤلؤاس الاحمر واللؤلؤاس الابيض؟ مش في الطبخه، لا في التقطيعه. في حبايه لؤلؤاس كده لما بنفتحها بنلاقي قلبها ابيض، دي انثى. اللؤلؤاس اللي قلبه احمر ده ذكر، في اللؤلؤاس فيه ذكر وانثى. انا عرفت الكلام ده من الناس بتوع الخضار اللي هم الشطار واللي هم عايشين في القصه وبيصدروا اللؤلؤاس وعارفين. اللؤلؤاس الانثى بيبقى فيه بزابيس كده من على الخارج، اعتقد هي معايا هنا. الذكر ما بيبقاش فيه البزابيس دي، البزابيس دي يعني حاجه كده طالعه كلاكيع كلاكيع كده على الشكل الخارجي. ولازم نفهم القدره الالهيه والربانيه في حتى في الخضره الجميله البسيطه السهله اللي في متناول الجميع. طيب ايهما افضل في الطعم والاكل؟ زي الكابوريا كده، ما بين الكابوريا اللي هي النتي والكابوريا اللي هي الذكر وهكذا. ايه الافضل؟ طبعا الانثى اللي هي اللؤلؤاس بيبقى طعمها لطيف وجميل ويبقى لحمها حلو وله طعم ومذاق خاص. انا حبيت بس اقول المعلومه دي لان بالفعل يقول لك انا جبت لؤلؤاس ما طلعش مظبوط، ما طلعش زي بتاع حماتي زي بتاع ماما وهكذا. تعالوا مع بعض نشوف نعمله ازاي بالطشه يخنا بالطماطم. اكيد معانا لحم كندوز ومعانا لؤلؤاس متقطع وجاهز معانا، ومعانا الخضره زي خضره المحشي كده، هي سيده الموقف. بقدونس على كزبره على شبت على توم صحيح على بصل، ومعانا شويه البهارات ملح وفلفل، قرنين فلفل حار لان اللؤلؤاس لازم يبقى شويه فيه طعم السبايس. اول حاجه اهتم بالشوربه بتاعه اللؤلؤاس. اللؤلؤاس زي عامل زي الكشك، البطل بتاعه والطعم بيجي من الشوربه. عشان ما نهزرش، تهونت في الشوربه بتاعه اللؤلؤاس او بتاعه الكشك، لا الكشك هيظبط معاكي ولا اللؤلؤاس هيظبط معاك. لازم اللحم يكون مستوي بالشكل ده كده وياخد الشوربه تاخد الطعم. هنبدا نسلق اللحم في ماء مغلي عشان نكسب وقت. لحم متقطع مكعبات كده كانك هتشيشيه كباب او شيش كباب، او عايزه تقطعيه قطع كبيره باللحم بالعظم بتاعه مفيش مشكله. حط اللحم في الميه المغليه نكسب وقت. نبدا نحط البصله البوكي جرنيه بتاعنا ونهتم بشويه الشوربه الحلوين دول. نضرب عصفورين بحجر الشوربه دي، ناخد منها نعمل الخضره بتاعه اللؤلؤاس والطشه بتاعه اللؤلؤاس. الشوربه دي ناخد منها ونعمل الرز اللي هو بالخلطه. الشوربه كده زي الفل، معانا بصلايه حلوه. وعلى فكره ده ما بياخدش وقت كتير في السوى، اللؤلؤاس يعني اسرع من تسويه البطاطس. ممكن البطاطس تاخد وقت، هو ما بياخدش وقت، ومجرد ما بينزل في الخضره بتاعته والشوربه اللي بتغلى على نار على طول بيستوي. هناخد البصلايه الحلوه دي كده عشان نحصل على شوربه قيمتها الغذائيه عاليه جدا فيها طعم حلو. شويه خضره، فصين توم حلوين سلام، كل ده في الشوربه لان الشوربه دي انا هعمل منها حاجتين. حلو، معانا كمان يا عم الشيف قرن فلفل زي ده كده. ناخد الخضره دي ننزلها مع الشوربه اهي، ونسيب اللحمه دي تغلى على النار تستوي على ما نجهز الخضره بتاعه اللؤلؤاس. حلو، ايه الاخبار؟ دايما بشوف الميه بتغلي بنزل التوابل كده، شويه حبهان بقى على قرنفل على قرفه. لحم ضاني او كندوز زي ما انت حب، بصلايه حلوه، التومه حلوه، قرن فلفل حلو كده، العود الكرفس، العود الشبت، هتلاقي عندك شويه شوربه
زي ما قال الكتاب. دي البهارات، فلفل الاسود مع اللحم المسلوق بيديله طعم ومذاق خاص، خاصة الفلفل الاسود اللي هو ايه ما يكونش بقاله وقت كبير عندك مطحون. التوابل عموما حافظي عليها وكوني حريصة في ان انت ما تطحنهاش وقت كبير. في مطحنة توابل كده بتلاتة تعرفها بتجيبيها، المطحنة دي بتبقى عندك تطحن الكمون، تطحن الفلفل الاسود، الكزبرة، الحاجات الأساسية، طشة البامية ولا طشة الملوخية بالكزبرة الناشفة هي أساس الطشة، فلازم تطحن الكزبرة وتبقى طازة عندك زي الفل. كده الشوربة على النار بتستوي، ننساها شوية مع بعض عشان عايز شوية شوربة أعمل بهم الرز بالخلطة، وإحنا مع بعض كده واحدة واحدة. فننتظر حتى تغلي وناخد الثمار بتاعنا شوية شوربة عشان نفهم قواعد العمل شغالة إزاي. هنبدأ دلوقتي نعجن عجينة البغاشة، نعجنها ونسيبها تريح كده وتخمر على ما نشوف ايه اللي ورانا من الاكل بتاعنا اللي هي طاجن القلقاس باللحمه والطماطم مع الرز بالخلط. مقادير القلقاس لانه عايش شغل بصراحه، والاكلات زي البصاره القلقاس، في اكلات كده من الزمن الجميل وبتاعت امهاتنا بتعب فيها وببذل مجهود عشان اوصل لطعم اكل امهاتنا. فانا هعمل دلوقتي الخضره بتاعت القلقاس. حلو الكلام، واحنا مع بعض كده واحده واحده. عندنا كزبرة وعندنا بقدونس كل ده مع بعضه، وعندنا توم، زيت على النار شديد الحرارة معاهم معلقة سمنة حلوة، واللحمة تقريبا استوت. هناخد كده السمنة دي كده نحطها هنا، نحط فيها البصلة الحلوة دي كده، واستنى عليها هسة شوية يعني. شوفي بقى انا هعمل ايه بقى تركاية كده هتعجبك قوي. البصلية اللي انا حطيتها دي في السمنة وشوية الزيت هاخد نصها للخضرة بتاعت القلقاس والنص التاني للرز. شفت الشيف شغال ازاي؟ اهو انا معايا نار شغال عليها اللي هي عين البوتاجاز الكبيرة، هي اقوى عين، فانا بستفيد بدرجة الحرارة بتاعتها، بعلمك ازاي كمان توفري. فهي بتستوي البصلية اهيت، هقسمها نصين، نص ما بين الرز بالخلطة ونص ما بين الخضرة بتاعت القلقاس. شفت الحلاوة؟ اسيبها كده تاخد وقتها شوية. حلو الكلام، حلو الكلام. والبصلايه بتتحمر، بحط عليها شويه بهارات حلوين عشان ارحم عينيا من الدموع وعذاب البصله، بقدونس قصدي كمون على فلفل على بابريكا، واقلب كده واسيب البصله دي تستوي. على الاقل بشم ريحه البهارات دلوقتي، وريحه البهارات لما بنتذوقها بتفتح لنا الشهيه، ولما بنشمها بتفتح الشهيه، فهي في كلتا الحالتين ايه هتنفعنا. شفت البصلايه بدات تاخد لون ازاي؟ اه، واسيبها تتحمر كده وانا شغال. حلو الكلام. للامانه هحط مكعب من الزبده، لا الرز مش هياخد توم فمش هحط توم دلوقتي. ممكن نشوف مقادير الرز بالخلطه علشان انا هشتغل فيه، انا شغال في الاثنين مع بعض دلوقتي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ حته لحمه حكايه، الجزار ده ابن حلال. عيني اهي اهي اهي، لا يعني لونها ما سودتش معايا اهي اهي، شفت ملبسه، حته ملبسه ملبسه. فاحنا كلنا جوانا الشيف، حتى واحنا مش لازم تقف في المطبخ، مش لازم نقف في المطبخ ولازم نطبخ ولازم نقطع بصل وتوم، لا وانت بتاكل انت اكبر شيف. البصلايه بالشكل ده كده ناخدها، نرجع للبصله بتاعت القلقاس. شفت الحلاوه دي كده؟ ننزل عليها بالخضره، كزبره، شبت، العب كل ده في الخضره، تومه، احنا عايزينه احمر نخليه احمر. دي الخضره بتاعت القلقاس وانا شغال في الاثنين. بعلمك ازاي تقف في المطبخ كده تطلعي الشيف اللي جواكي بفراسه. حلو. عايز ادعم الخضره دي بمكعب زبده عشان يبقى القلقاس بتاعي دسم. باخد كده مكعب زبده واسيب الخضره دي تتحمر تبقى مقرمشه وحلوه كده عشان تطلع ريحه الخضره مع البصله والتومه، وانا شغال. هنقلب الخضره بتاعه القلقاس، وسيبوني اطلع فاصل صغير لان بعد الفاصل عندي شغل كتير على فكره. ايوه يا عم الشيف،
عندي البغاشة احمرها واحط عليها سكر بودر، وعندي القلقاس اسقطه في قلب الشوربة، وعندي شوية رز بالخلطة اغرفهم. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. افتكرني وانت مش هتعور ايدك. هناخد اللحم المستوي ده بسقطه مع بص انا خدت كان على القلقاس اهو، فرق اهو، وناخد القلقاس بتاعنا نسقطه في اللحم. بس خلاص خلصت الاكله بتاعتي. انا مظبط طبعا الخضره بتاعت القلقاس، الشوربه، طعم. القلقاس ده مش بيحب الشوربه كتير يعني. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ شويه القلقاس حكايه. هناكل القلقاس ونسيب اللحمه. هنغطي الحله دي كده. القلقاس اكتر من اللحمه، انا بحب القلقاس يبقى اكتر من اللحمه. شفت لونه حتى في الشوربه او في الطماطم لونه احمر كمان. شفت الخضره حلوه ازاي هنا شكلها؟ كزبره وبقدونس وشبت. انا ما بحبش الكرفس مع القلقاس، بتلاقوه كده انفرد لوحده. زي الكرفس في المحشي. انا احب بجد يعني. الكزبره الخضراء في المحشي حلوه، البقدونس حلوه، الشبت حلو، الرز اخباره ايه؟ الاحمر الحلو ده حلو. يلا بينا شويه القلقاس حكايه. باشا خد راحتك، خد راحتك، خد. بص 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 بص، جيب لي التفاصيل بالله عليك. شوف شوف الحلاوه، شوف الحلاوه، شوف الحلاوه. الله، ريحه التومه والبصله والخضره حكايه. ايه فينك يا دوحه؟ هو ده، خد راحتك اهو. شفت الحلاوه دي؟ هو دي كزبره خضراء، بقدونس، شبت، والشبت يكون قليل. الشبت يكون قليل يا امي، لان الشبت ده حرامي بيسرق الطعم. فشبت الخضره بتاعه القلقاس يكون هو اقلهم نسبه. الف انا وشفا صحه. وهوبر اهي لحمه اهي صارفين. ضاني كندوز زي ما انت عايزه. الطبق مش محتاج اي برزنتيشن خالص. رؤيه فن ابداع، بنشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماسبيرو.